تقرير وآراء الجماهير عن مشوار النادي الأهلي السنة دي في إن شاء الله للحصول على رقم 10 والعشرة يا أهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا ونادي عظيم جدا، وهو نادي القرن وخد بطولات كتير جدا، والمدرب اعتقد المدرب ده هيجيب نتيجه رائعه معايا. اعتقد النادي الاهلي نادي قوي، واعتقد يعني بالفريق الموجود والمدرب اللي موجود اللي هو مسماري ممكن نحقق انجاز كبير السنه دي، تمام، وباذن الله هناخد البطوله باذن الله، شيء متوقع يعني الاهلي مش غايب عن الاهلي يعني. ان شاء الله يبقى مشوار كويس وباذن الله يعني نحقق العشره السنه دي، بس عشان احنا احسن سكواد في افريقيا كلها اساسيين واحتياطيين، باذن الله يعني البطوله بتاعتنا السنه دي. بطوله افريقيا ان شاء الله يعني احنا قدها برضه، وباذن الله احنا صعدنا لدور 16 ومنتظرين دور المجموعات، والاهلي يعني اعد الترتيب الجيد ان هو اي مجموعه ان شاء الله يقع فيها ان شاء الله هيبقى على حسن الظن ويقدم مستوى جيد وما نعيش على اعصابنا زي المرات السابقه. احنا الكابتن الخطيب يعني جاب لعيبه وتقدر تقدم ونصعد الى الدور النهائي ان شاء الله. اعتقد في ظل التشكيله ديت ان شاء الله العشرة هتكون بتاعتنا يعني، وان شاء الله نتمنى له التوفيق، وان شاء الله مش تخرج بره النادي، هي بس هتبقى صعبه شويه عن كل سنه، بس ان شاء الله الاهلي هيوفق فيها اكتر، وان شاء الله في كاس العالم هنحقق ان شاء الله مركز باذن الله. من وجهه نظري يعني ان اللعيبه يعني بتادي اداء كويس، اللعيبه كويسه، والمدرب الجديد هو بصراحه مادي معاهم وعارف يتعامل مع اللعيبه كلهم، يعني كل لعيب بالطريقه اللي هو المفروض يتعامل معاها بيها، فانا شايف ان ده جايب نتيجه معاهم ايجابيه جدا. اللعيبه يعني بتلعب وهي مستمتعه من الاول، تحس ان اللعيب بيلعب مش يقضي ماتش وخلاص، ده بيلعب مستمتع وبيكسب، فانا شايف ان الموضوع هيبقى مختلف باذن الله، وان شاء الله اللي حصل السنه اللي فاتت يحصل السنه دي وناخد البطوله برضه باذن الله.